السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات سلمى الفاسية. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، بالصحة وعافية وإحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم كيف كتشوفوا وصفة، وشحال هذه مدت شي وصفة هكذا على القناة، وجيتكم إن شاء الله بهذا الوصفة هذه اللي هي السردين في الفرن اللي كيجي بحال إلا مقلي. كيف كتشوفوا هكذا، هذا راه طايب في الفرن بدون زيت، بدون كاين شويه ديال الزيت ولكن كيكون صحي وناشف، ما فيش زيت بزاف. بخليكم معايا هنا. كيف كتشوفوا عندي هنايا كيلو ديال السردين اللي هو متوسط الحجم، ماشي غليظ وماشي رقيق بزاف، اللي حيت له السنسول ديالو او هذاك العظم اللي كيكون في الوسط. ودرت يعني قديت وحده مع وحده يعني في نفس الحجم. هنا غادي نوريكم كيفاش غادي تحيدوا يعني السنسول، غادي تحاولوا انكم تفرقوا العظم على اللحم او لا السنسول على اللحم بهذه الطريقه هذه، وراه كيتفرق يعني بطريقه سهله، غير هو الا كان يعني طري كيكون شويه العمليه شويه صعيبه حيت كياخذ معاه اللحم بزاف. صافي، ودابا غادي ندوز للشرموله ديال الحوت اللي كنعرفو كاملين. هنا بالنسبه للشرموله، انا بديت كنصايب يعني درت هنايا القزبور ومعدنوس والثومه حكيتها. كيف كتشوفوا راه يعني درت كميه كبيره ديال القزبور ومعدنوس. هنا درت التحميره تقريبا ملعقه صغيره ونصف، الابزار غير شويه نصف ملعقة، والكمون حتى هو ملعقة صغيرة، وشوية ديال الليمون أو الحامض، عصير الحامض ضروري في الشرمولة ديال الحوت يعني كيعطيها واحد البنة زوينة، لابد ديرو الحامض. غادي نضيف القليل من الماء باش تطلق لي الشرموله ديالي. غادي نخلط الكل كيف كتشوفوا هنا. الشرموله خصها تجي مطلوقه شويه، وصافي غادي نبدا دابا نشرمل في السردين ديالي. كيف كتشوفوا هنا غادي نحاول بحال غادي نعمر القلب ديال السردين، وكندير يعني بحال خبيزات وحده مع وحده، وكنعمر الوسط بداك الشرموله وبداك الربيع اللي استعملت على الطريقه هذه. غادي نكمل هكذا الكميه ديال الحوت ديالي اولا ديال السردين ديالي كامله. هنا بالنسبه للطريقه ديال الطهي، انا خديت هنايا واحد لاطه ديال الفران ودرت فيها ورق الطهي كيف كتشوفوا هنا. درت القليل من الزيت قيمه واحد جوج معالق، وغادي نوزعو على الورق كامل، غادي ندهنو مزيان على هذا الشكل هذا.
بالطريقة هذه على الجوانب والأطراف. أنا خديت السميدة الرقيقة ولا الفينو، وغادي نبقى ندوز فيه داك الخبيزات ديال السردين اللي وجدت على هذا الشكل، ونسف فوق اللطا ديال الفرن على الطريقة هذه. البلاصه ملي قبضت السردين ديالي ماشي مشكل، غادي ندير ليها السميده من بعد اولا الطحين اولا الفينو، غادي نديرو من بعد حتى الاخير نكمل. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه ديال السردين كامله. بالنسبه لطريقه الطهي كيف كتشوفوا، من بعد ما استفت السردين ديالي كامل في لاطا، غادي ندير القليل من زيت المائده، غادي نرش به من الفوق غير شويه ماشي بزاف، وغادي ندخلو للفرن على درجه حراره 200 درجه. الشكل النهائي ديال السردين ديالي من بعد ما خرجتو من الفرن كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي ما شاربش الزيت وكيجي مقرمل رائع، وكنستافدوا من المنافع ديالو يعني اكثر ملي كيكون مقلي في الزيت. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوا في الدور ديالكم. ما تبخلوش عليا من لي لايك ولي كومونتير ديالكم. كنت اول مره تشوفوا فيديو من الفيديوهات ديالي، كنتمنى انكم تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، والى اللقاء.